العراق يمر بظروف صعبة منذ أكثر من 70 سنة. أغلب المولودين في هذه القاعة ولدوا في ظروف الحرب، فتحوا عيونهم على حروب عبثية لن تنتج العراق غير الدمار والدمار والدمار. اليوم في مجتمع مثل مجتمع العراق عندنا نسبة الزيادة السكانية سنوياً 1,250,000 شخص، كيف يدار مستقبل هذا الأجيال؟ لهذا قررنا في الأسبوع القادم سوف نعلن عن مشروع أجيال المستقبل لضمان حياة كريمة لكل العراقيين ومن أجل النهوض في واقعهم. يجب أن نعمل سوية لبناء العراق، يجب أن نشارك جميعا في الانتخابات ونغير واقعنا. لا يوجد لنا خيار غير صناديق الانتخابات، لا يوجد خيار. جربنا الحروب، جربنا الحروب العنصرية الطائفية المذهبية، لم تأتي العراق غير الخراب.